إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عشر كوحو كبلا يا كتابك العربية بين يديك جزك لبي سديتنات تدريب واحد ضع خطا حريق مري تحت الفعل المبني للمجهول فعل كاللوس يقابك يقاب اسميتك فاعل كيس آن لقرنين وهل هوس لكتا حريق وعين واحد عضيسات شيكتا نائب الفاعل نائب فاعل كيس أنا الشيك فيما يلي جملة هان صوص عضا لبدا قضب هرت فعل كحريق هوس قر نائب فاعل كيس أنا الشيك الجمل هل كان جملوي كباكو قرن هل كان نائب الفاعل باكو قرن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كل القرآن كلا آخر أيه دقيست آموس إيه دقيسنا يسكت درا مركا قرأ وفعل كمجهول كحريق بعض هوس دقيسا القرآن هو النائب فاعل كيو حقنا تكو قريسا الله إن كان كله اثنين اليوم أحل لكم الطيبات ما أنتوا واحد لدين حلالي وحي وناكسنا أوردن أحل وفعل كمجهول ك حريق بعد كوس قريسا الطيبات نوانا يفعل كيو حقنا تكو قريسا ثلاثة إنما المؤمنون ددك مؤمنين تي وحوي الذين واقوا إذا ذكر الله هدي إله إلا شيغو وجلت قلوبهم قلب يدو ذكو أي عبسدان ويان وإذا تليد هدي الله وآخريو عليهم يجد دشودة آياته إلهي آيات كيس القرآن كأنا يعني زادتهم إيمانا إيمان بيو كردسا إيه الله أقوان صدان وإيمان كود قووب هذا بدو كرا وحطي كيسا حريق وفعل مجهولة اللهنا وانا يفاعل كي وارك أساد مركاكو قريسا تليت وفعل مجهولة وطاو تانيتنا لسعوتو وعد كوز قريسا حريق آيات هنا وانا يفاعل كي وارك إذا ذكر الله مرك إله إلا شاك عدي شاكي سيلما الشاكي آيات كعدي آخرية سلم الشيقين آيات ظاهرة أحل لكم والدين حلالي إلهي بحلالي لكن أحل الله لما أورن هل قال إذا قرأ القرآن هذه الآخرية عدي آخرية سلم الشيقين وحين تارها كافراد قضي الأمر ولقو آمي أرنتي الذي أرنتي فيه تستفتياني آدي ويديني سين أمسو آشا أتكسو تشيديسين والله أي الله حدنا نبي الله يوسف عليه السلام قضية والقوامي أرنكا الأمر أرنكي مركا قضية أحريق بعض وصل لقيسا والله حكمي مركا وفعل مجهولة الأمر نورنا يفعلك حقنا تكو قريسا خمسة شهر رمضان الذي منزل فيه القرآن وبشي رمضان أبركي سنيد القرآن كإلهي أشرفت بدل لسودتي منزل وحد كو قريسا حريق وفعل مجهولة القرآننا حقنا تكوريسا قرآن كيسبا وانا يفعل كي وقوة القرآن كذبة سوقا سوال لقوبني ماشا تكوريسو ستة فإذا نفخ في السور كل كلا أفوف السورة نفخة واحدة أفوفتان كريا مرك الله أفوفو كوا هرأونا ما يفعلك مفعول بوها إما كان ما يفعلك وحوي ومستر كي نفخة بعد فعل كمجهول كالحريق هوس قريسة نفخة ومستر كي أنا أو ما يفعل أنا حاجة نبات قريسة ضرب مثل وعلى سمية تصالة فاستمعوا له لجيسة ضرب وفعل مجهولة حريق بعد كوس قريسة مثلنا وأنا يفعلك أيضنا وعد قريسة ومفعول يسمونه نافع عليه حقنا تكون قريسا سبعة
إذا جاء رمضان بشر رمضان هطيت ما ضو أي صوقشو فتحت أبواب الجنة وحل فراء الباب هذا الشنة وغلقت وحل حراء أبواب النار الباب هذا النار تنوال حراء وسفدت وحل كتين ديا أو لحر حراء الشياطين الشياطين تنوال لحر حراء أفرز فتحت وفعل مجهولة حريق باطوصل إيسا أبواب وانا يفعلك وحقنا تكوكو إيسا غلقت وفعل مجهولة وطاو تانيس لسعوتو وحقنا تكوكو إيسا حريق باطوصل إيسا أبواب وانا يفعلك وحقنا تكوكو إيسا سفدت أفرز وفعل مجهولة حريق باطوصل إيسا الشياطين وانا يفعلك ولنا عنك تكوكو إيسا لقوب بني تسعة يحذروا وحا اي كدكتوينهين وحا اي اسك الالينيان المنافقون كوا منافقين تأها كفر على ولد قبه اي قلبي قودوا انو ايمانكو قلين ان تنزل ان لغو سودة چيو عليهم ايه دوشو دا سورة سورة قرآن وعيبهو دا ايه عوردو دا كوا الرميسا ايه على الحمدو دا ان لسودة چيه كيا بيهين ويكوو قبان طلو قارما لسودة چين سورة إذا كوّر رميسة وعيبهن صوبا نكتا هذا تنزل وفعل مضارع مجهولة هل قصد يسا حريقة سورة النوانا فعل كي حقا كلا تكو قريسة تدريب تاني ليلة كاللبات ابني الأفعال ابني أصمع أدس بنا يبني ابني ابني أدس الأفعال التالية فعل هذا صوص على واحد أدستا للمجهول مذآن لقرنين إما كواحد أسمع يسيهن مصمع وفعل كيسا قابك فعل كفعل كيسو تشوغي وقريهن وعطي تا قاب فعل فعل كيسي مقيهي وضعها واحد لحنك تا في جمل جملوي كدر من إنشائك أدو أدو عرسو سمع أقام ها قرن مكا سامع أو مغلا سامع سامع ماها ومكا مارت الوجر سمع الله لمن حمد والله نيه سمع الله لما إلا تطبلا إركسا سوى كرن بي ميمك ميمك هو فعل هو فعل سمع الله marka hadda waxa la oranayaa sumica waa la maqlay marka laga dhigay majhuul su'aalkan taqaddama maaha tuqaddama baa la oranayaa taqaddama horo u maray tuqaddama oo horo loo maray yastafhamu yastafhamu maanu jeeda yastafhamu uu weydiinayaa wayan taas istifhamti yastafhamu uu weydiinayaa yastafhamu haddii la ilaado waa way macnaheedu fahim waa fahamki wuxuu codsanayaa in la fahamsiyo wayan yastafhamu أو سؤال ويان مركا يستفهموا بالأرنية ولا ويديني ينادي أورا واقعية ويا تاسنا ينادى بعض الصوفية الكاسوا مضارع على بعض الضمبة ولا أورا واقعية فحص وباري أبا خوقرن وعطى ليس فحص المريض مثلا ولا باري ما عرس هو سمية ومرك سقق بطه ما عرس وفعل مركا موريس بين قنسا حزنا ومرجودي حزنا ولا مرجودي تنا ولا قبت شقدي بين قنسا ساسو خلق سمي بولين النجاشي هل كنا واحد نقول الماما إن أنا كل ولد شر النجاش أها بقر كحبشة يو الضيوف ومرتديزي أتمد أصحاب المهاجرين تهيدا لما مركي رأى وأركي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي مركو أركي ما يصيب وحقد عيا أصحابه صاحبدي يصير مسلمين تأها ومن البلاء بلاء يدباطه يسلع يكذب وأنه النبي إنه لا يقدر أود رهين على أن يمنعهم إنه كعليه مما أصابهم وحنقل عي أو كذل قاضه أو دفاعه إنه أود رهين كلك أجادي وأنا أصحابتي سو أود ومان تكون دفاع رهين إيمانك أيكون رعانا نبقى ضبطنك سو جادي قال وحي لهم يجوا وحي كل وأصحابتي لو خرجتم هذا أب حضان وكعضان إلى أرض الحبشة ولك حبشة هذه أتكتان وين أجسنا لهين فإن بها ملكا فإن بها لك واحد شوقة ملكا نبقرة أي وضعك حكمة والله يظلم وأنا لغضل من لغنقر ترخون عنده أكتيس أحد العلة غمض الميكرو نين عادله بقرة وهلك حكمات شرة وعد لظلم يا أنيكر هلك هذا تسكتك لهايدين هلك أن الحمد هذا أطرقين كقرين لهايدين أنا سيل عادي ده هيستا أنكر رئيسنا لها أرجيسة وهو ناسنا له يدبر وهي أرض صدق وارض خوني رنتو كشقيسو
يعني دول وحويان دول رنأ وما هي معنيه تبكيه يعني رنطة أي كرغمان حتى يجعل الله أنت إلى هاي دين سماينا يلاكم إذنك فرجا إلى هاي أنت فرج دين فريو أدبتا إلى هاي سؤون أحلين أيوه إلى هاي يعني سرعا نقص هار أيوه مما أنتم فيه وحن ما أنت أذكو شرتان يا سرعة يا سحريرك عقابت أهل إذن كهيو أنت إلى هاي فرج إنه غفر أيوه إذن كوكا إن قرصة ماشن أو أنا جانا مرقدو ويقو بضان تهاي أماشا كتكتان ويفعنا الله فخرج واحد بحي عند ذلك ملك النبي سيدايري المسلمون مسلمين باب بحي طال مسلمين من أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم كم ذا باب بحي هركوا ما بحين إلى أرض الحبشة ملك حبشة وبحين يقو قحونتيا أو بركعة أو فرحة أو كي عيا كوا جردا مخافة يقو مخافة الفتنة إن دين تود الله قفت النية ودين تلاقى صاره أي كي يبينهن وفرارا يقو عرية إلى الله حق إلهي أو يعني يقول لك إلهي ما هي العرّيين ستين ما دوي بدينهم دين تودوا إلا فكانين وإلا فردنين وإلا فردين كروا يندل كودي فكانت وحي نقطي قحونتك هالكا كدعا يبركا عاسي أول هجرة قحونتك وهرية في الإسلام الدين تي إسلام كإنتي دحدي يدل وكتري دعا وحكو أهاكا أي كتغين أرض الحبشة أي وهرية. وفي رجب سنة خمس بشير رجب سنة كي سنة من النبوة النبي النمدو مركز سنة كي سنة مريسي ونبي شن سنة نبي أها بشير رجب نلو قجرو هاجر وحبحي أو قوري أو قحي أول جماعة جماعة دي أما كوح دي أهو ريسي من الصحابة أصحاب طهيت با قحي إلى الحبشة تتلوك الحبشة أو قحين وكانت وحي هذه الجماعة كوح داسي تتكون وحي كوبنين من 12 رجلا 12 واربع نسوة واربع نسوة هي افر دمر بها 16 كاسي هاي وكان معهم وحي للسعودي 16 قف عثمان بن عفان با للسعودي او كمدها ومعه زوجته حاسكي سنو للسعودي رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم رقية او رسول خضراء او قبيبا للسعودي تسلل ويدسين اكذا يقول دومانيا سقر سودي اه اي او بخين المسلمين والمسلمين تو سقر سودي او دومشاء اي او بخين الى ساحل البحر حيبت بدا مكه كبخين قلبيد او بخين حق جديه اي كتالو اي حيبت دبدنا او بخين فوجدوا هي هلين هلكي كهلين سفينتين لبا دونيود او متجهتين او سوده الى الحبشه دلكي حبشه لبا دونيود كو سوده أي الله كلمن فاستأجروهما لبدي دنيوت بكريستين وانطلقت بهم ويقاطوا إلى دقاقري أصف في ذنطان لبدي دنيوت بقاري لحيو طبان كي مسلم كاها المهاجرين تاها يا أصحابتها وطبيعة موحا قد بطكتي جماعة كوحبا قد بطكتي ومن قريش نمان كي قريشات كميدا ودو لماد ودونين سواقبتان ورهاد عيني ورهاد قوبي مسلمين فلم يفلحوا كمي قولي سنين في اللحاق إني قاران بهم أصحابتي إني قاران وحكوسوا قول درهيستين إن أصحابتي قاران ويكعقوا الرئيين تبعدنا مركب وحي هلان دوني إلهي أصدري تبعدنا دوني هبا رفطي ويقاري وين كل راد عضاها يكدبتكي ما يقارن ويقاري وين ولما مركي سمع أي مغلين المهاجرون دكي مهاجرين تاها مركي مغلين حقي تشوغي با ورو تغي ور بينه با غاري وايل سوصودك يو خا دنبا ادكا ان ور بله كره لا وادكان جيري با وها ور بينه با او تغي مسلمين تي تغي حبشده 16 كاها ما لو شيغي بيان قريش ان قريشي اسلمت اسلامتي وعلي قريش يو ودنكيني اسلام كي باي قاتين ددك وي اسلامين دوني دي با هياغتي ايا لوغوس دينتي با لغلاي رجعوا الى مكه تمكاي كوسو نوقدين حدانا معاش في شوال رجب مي تگين رجب مي تگين دبيدنا واي تمقناين شعبان يا رمضان بشي شوال صدح بلود غدوهود وحان كبدنا مي كوسو نوقدين العامي نفسي اسلا سنتكي بشي رجب اي بخين شوال شي سيون اي ديبو سو نوقدين انت ور او تگي بينا
وأوال إسلام وأرض الركوة ولا بلايا مشرته أيها الأولى. ولكن هسأهاته أوركها هلوجي لما تبين مركه عضات لهم إيه وأصحابه مغنيت قبل الدخول إمتاني سو بجرين مكة تم إمتاني مكة إمام باوحي هلين أن ذلك الخبر وركها لوكيني كاذب نبينها أوح إسلامي يوحس بدري إن أنو كرين رجع منهم واحد نقضي ضدك أو كم ذاها من رجع ضدك نقضي وين نقضين إذا الحبشة تبي يكون نقضين ضد بايري ورانا وكيف ماشى أقول نقول ما ينو أو هل كيس كم تشيري ودب أقول نقضي حق إيو أرض الحبش ولم يدخل موسى قال مكة مت مكة 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 منهم ضدك أصحابها واحد كم ذا إلا مستخفين ننبه مشكوك صقرة يطلب رقصي يا هدي الله إدمو جورا جلا kusoo galo oo habeenimo madow inta soo galo si qarsoodi gurigiisa u tago mooyaane in si baleela u soo noqday mu jirin oo man dakhala ama nin soo galay fi jiwaar rajulin nin kale magan galiyay oo min quraysh oo intu nin u tagay hebelow waan soo noqdo dalkii ka maarmi waayay in aad magan galisan doonayaa magan galiyadaada ma ku soo qala wadanka oo may magan galinaysa oo nin yani xisadiisa yiri ana ku magan galinaye soo noqo labadaas uma soo galay nin dhumaysho ku galay iyo nin magan galiyay nin kale oo xigtadiisa ama salan way diistay oo magan galiyay ku soo labada qof dad laba qof dad caynkaas uma soo galay inana waxa ku noqdeen ardul habash thumma stabda waxa adkaaday markii dambe calayhim asxaabti waxa ku adkaaday iyo calayhim asxaabti soo gashay iyo ala baqiyatil muslimin muslimiintii kale hore u sii joogteen qaxinba البلاو نباتة دي بقى دو قصي أدكاته والعذاب العقاب كي السلع اللي وهي أي كو أدكاته أي كي من يحقي من قريش من قريش أي كو هيسي وهنا مركة هالكا لتشوغ هالكا أرنكو مريو أشار وحو كتلي أو تلمامي الرسول صلى الله عليه وسلم رسول كو وحو تلمامي تراهان وحو سوى تشيدي على أصحابي أصحابتي سي مركو أركنا لنقو نولان كرين أرنتو أي سداتهاي بالهجرة إن لو قحو لو بركعو يا حبشة إن ذلك حبشة لو نقضوا مرة أخرى مركلوا الواحد يسان ورحق حبشة ويع وفي هذه المرة حل غندم ب هاجر وحق حي 83 رجلا سدح يسدي تنين وثمانية عشرة امرأة يسدي دي طبعا دمرة بقول يكو قف وسدح يسدي تن رجيهين استيت من دمريهين أيها قحون تيجا دم بأم بحيم فيهم واحد كشري قلنا ضمبة جعفر ابن أبي طالب بقى كشري مركن ضمبة بقولي كود أي نقدين جعفر بقى كشري لما رأت مركن هذا أركت أيدنا قريش رأى قريش مركن أركان أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب الرسول قد أمنوا هل كي أي تجينا كنا نبت جلين وينبت جليك هلأ بقى أركان وضمأنوا إن كوا حاصلين بأرض الحبشة روك حبشة أو أي دجنا شيء نبت جليو كهلين بأركين وأنهم يقو قد أصابوا إن لب كل من أو كهلين بها أرض جن لكن حواش هذا دارن جوري ووضن دارن تازي جوري بكهلين يعني طلب كهلين وقرارا دجنا شنو كهلين وعكهلين دل يد دجنا ش دارن دل يو قرارا دجنا شو عن إبل حين بكهلين تاسق قريش أركتي مرقاسة إيه تمرو وشيرين بينهم لحظة وضوحة كل شيرين وإيه هدين انت شيري سبوية ما هدين ورمك هدين هالك هدقان وهالك هكو ترمان وآي فريستان وعالي ناقين نقوم مقن إنه ودن كودي واكاني وإنه كسار ري هالك هدين اسكور روسادان ويسوه رقال علم دونان أي انت هكا فكر ايان إيه تمرو بينهم وشيرين شير بي لحظة وضوحة قبصدين محاي شركة كوك آمين أن يبعثوين الدران منهم إيجا كمدا قريش رجلين لبنين أو من قريش لب قريش كمدا وجل دين أرق لبنين أو أرق أو عقلي يا أرق بره أنا أدران إلى النجاشي بعد أن وروح إنه يا الله نمن كم إيجان كرنا لبنين أرق إنه هو أرق كمدا وعقلي يا أرق بره أنك تبدرنه بكر كأي وتجينا أين أدرنه فيردهم فيردهم هالسوء عليهم يجا تتكهينو سوء عليو إنك بحي
dibha inoogu soo celiya si aan halka ugu xoogaysan oo aanay isugu habar wacan dibha u soo celiyo maxay markaa u soo cusanayaan kulka liyaftinuuhum in ay ka saaraan fi diinihim diinta inay ka saaraan way khurijuuhum min daarihim gurigoodana ay ka saaraan allatii gurigii idma'anuu biha gurigii ay ku xasileen ee gurigan xabashada inay ka saaraan bay doonayaan diintoodana ay ka fitnaan ka eriyaan wa aaminuu fiha gurigii ay ku badbaadeen ee ardul xabash ahaa ee ku nasteen ee ku raysteen inay ka saaraan bay doonayaan fabacathuu waxay direen cabdallaahi ibnu abi rabiicata ninka la yidhaahdo iyo wa camr ibnu caas ibnu waa'il ninkii la odhan jiray labadaanoo laban inoo adag ahaa ayay direen wa jamacuu waxay u ururiyeen lahumaa labadaan inay u dhiibeen hadaayaa hadiyaday ugu dhiibeen waxyaabaha hadiyadaha uu jecel yahay linnajaashii ninkaa boqorka ahee dhulka xabashada xukumayay hadiyada uu jecel yahay ayay labadiin inu sii dhiibeen u geeyeen boqorka walibataariqati nimankii madaxda ahaa ee saraakiisha ciidanka iyo madaxda ahaa ee boqortooyadiisa ka mid ahaana hadiyaday nin walba u direen mar hadda u fiirso boqorka hadiyad gaar bay u direen in alla inta madaxda ah ee ciidamada hogaamisa iyo madaxda la talisana ee dowladda ku jirana waxa u direen mid kastaba hadiyad gaar ah ee u direen wa aamaruuhumaa labadiinni waxay amreen biamrihim arrinkoodii bay amreen talay u dhiibeen kolkay hadiyadaha u dhiibeen talana way u dhiibeen waa camr ibnu caas ibnu waa'il iyo ninkale cabdillahi ibnu abi rabiica talana way ku dareen waa tahay wa qaaluhumaa waa tan haddaba amarkay u amrayaan wa qaalu waxay ku yihahn lahumaa labadaanin quraysh baa tidhi idfacaa u dhiiba ilaa kulli bidriiqin nin kasta oo sarkaal ahoo madaxa horta hadiyatu hadiyadiisa gacanta ka saara bay yidhahdeen qabla an takallama intaydaan la hadal annajaashiya ninka najaashiga ah ee boqorkee najaashi la yidhaaha intaydaan kula hadal fiihim madaxdan dhexdooda iyo shirkooda lagula hadli doonaa intaydaan madaxda kula hadal horta nin walba gurigiisa ugu taga oo hadiyadiisa soo siiya kuwa madaxda ah oo soo laaluusha iyaga ayay ku yidhaahdeen uma qadimaa u gala ila najaashi najaashiga ugu dambeeya qadimaa siiya ila najaashi waxaad u dhiibtaan hadaayaahu hadiyadihiisa u dhiiba uma salaahu waxaad weydiistaan salaahu marka waxaad weydiisataan labadiinu an yusallimahum inuu idiin soo gacan geliyo dadkaa ilaykumaa labadiinan markaad nin waloo madaxda aaba gurigiisa kusoo laaluustaan ee isagana aad halkiisa ugu geysan hadiyadiisa dabeedna dhaha dadka nagu soo celi qabla an yukallimahum intaanu laba hadalba waxaad ku tidhaahdaan nimankaasi waa qaswadeen waa fallaagu waa sharwadeen dhulkaagay baabi'inayaan nuu iyo naaha lahu odhanin qaxwahaagi iyo hadiyadaadina waad waa hadiya waa sharaf waxaagina waa kaa adoon laha adoon ka hadlin iska soo horguf gebigoodaba annaga nagu soo wareeji ciidanana raaci iyagu ma kaxayn karaan waa laba ninun dabeedna halkoodii ku celi hadal laha weydiin bay yidhahdeen sidaa ku dhaha bay yidhaha waxaa taladan bixinaya waa shirkii quraysheed ee labada nin laga dirayo taladaasaa lagu diray sidaa ku dhabay yidhahdeen fakharajaa labadii nin baa baxay xataa qadimaa cala najaashi waxay u galeen way u tegeen najaashigii bay u tegeen walmuslimuuna muslimiintuna cindahood najaashi agtiisa bikhayri daarin guri wanaagsan iyo deegaan wanaagsan dal wanaagsan bay ku haystaan oo nabadgelyo oo nolol fiican bay ka heleen cinda khayri jaarin jaarkii ugu wanaagsanaa bay ku agnool yihiin falam yabqa kamuu harin min badaariqatii madaxdii isaga saraakiisha ahayd ee la shaqaynaysay bidriiqun nin qudh ahoo madaxa oo ka hadhay ma jiro ilaa dafacaa ilayhi hadiyatu hadiyadiisi bay u dhiibeen nin kasta oo madaxa hadiyad gaara bay siiyeen niman ganacsataa bay ahayn reer quraysh oo xoola iyo maal haysta nin walba hadiyadiisiba halkiisii loogu geeyey qabla an yukallima labada nin ee layidhaha abu ninka layidhaahdo muxuu ahaa camr ibnu caas ibnu waa'il iyo cabdillahi ibnu abi rabiica intaanay la hadal annajaashi intaanay najaashigii la hadal ee aanay u tegin dhammaan saraakiishii dowladda ee madaxda ahaa bay horta wax soo wada siiyeen marka hore wa qaala waxay ku yidhaahdeen eegada likulli bidriiqin nin kasta oo madaxa oo minhum ka mida madaxda haddii alla dowladda innahu qad awa waxa soo magan galay ilaa baladi lmaliki boqorka dalkiisa waxa soo magan galay minnaa annaga naga soo galay khilmaanu inama dhallinyaro ah
oo sufahaau yani kabacda oo haddii alla idmo sharwadeen ah oo maartaytaga waxaanu nahno kale ah ayaa idin soo galabaydaa oo faaraquu ka baxay diina qoomihim diintii tolkoodu way ka soo baxeen walam yadkhuluu fii diinikum idinkana diintiina may soo gelin wajaa'u waxay la yimaadeen bidiinin mutadacin diin la samaysto meel laga keenay oo aynaan garan sal iyo raad ay ka socoto oo aynaan abi iyo isir midna u lahayn ayay nimankani wataan laa nacrifu anagu diintaa ma naqaano ay sheeganayaan naxnu anagu garan mayno walaa antum idinkuna diin aad taqaanaan maaha waa diin annaga iyo idinka midina aydaan garanayn waqad bacasanaa annaga waxaa noo soo diray haddaan labada nin nahay ilalmaliki boqorka waxaa noo soo diray madaxdii kale ay la hadlayaan ilalmaliki boqorka waxaa noo soo diray fiihim iyaga inaanu arrintooda kala hadalno nimankan idiin yimid ashraafu qowmihim tolkood dadkii u sharafta badnaa iyo odayaashoodii iyo madaxdii dadkooda ayaana soo diray maxay noo soo diray madaxdii tolkood liyaruddahum inuu soo celiyo boqorku ilayhim inuu u soo celiyo nimankaa madaxda ah oo aan anagu warka keenno codsigu wuxuu ka yimid odayaashayadii madaxdayadii oo annagana soo diray waxay ka codsanayaan boqorka qoladaa fallaagada ah ee idiin timid ee lix iyo tobanka ah ee boqol iyo dheeraadka iyo kuwii ka horreeyeyba inuu soo celiyo boqol iyo koobay kuwa dambe ahaayeen sidaasaana lagu soo diray bay yidhaahdeen faidaa kallamnaa almalika eegada faidaa kallamnaa markaanu la hadlayno almalika boqorka aanu la hadlayno fiihim qolada naga fallaagaysid fallaagada markaanu kala hadlayno aanu arrintooda ka hadlayno aanu boqorka kala hadlayno fa ashiruu kula taliya oo u tilmaama calayhi boqorka idinku intaa naga taageera bi an yusallimahum inuu noo dhiibo dadkaa ilaynaa annaga walaa yukallimahum inaanu ka hadlinin waxaanu idinka codsanayna haddaad madaxdii tihiin idinka dhexdiinaanu boqorka kula hadli doonaa waxaan odhan doonaa nimankaa gacanta noo soo geli waxaa kaa codsaday reer qureysheed iyo maka iyo tolkoodi iyo odayaashoodii adigu waxba ha weydiin biduuni kalaam nimankaa adigu gacanta naga soo geli baanu odhanaynaaye waxaad tidhaahdaan ha ka hadlinine waa fallaagi e hayna dhaafan wayna fitnaynayaane inooga celi halkoodi idin ku dhaha bay yidhahdeen intaasuun ku dhaha wax intaa naga taageera sidaasay yidhahdeen fa ina qowmuhum baladawaa sida ugula hadlayaane waa nin khatara buu ahaa labada nin waa nimankii u khatarsanaa waa ninkii loon jiray muxuu ahaa tee ninkii aad garanayso daahiyatu carab ayaa lagu camr ibnu caas lagu magacaabi jiray oo u khatartiya siyaasadda badnaa oo dhalinyar ah kolgaasa wuxuu yidhi fa ina qowmuhum tolkoodba aclaa bihim u dheer caynan tolkoodba oo indha dheer egada tolkoodba ugu il dheer buu taa macnadu waa maxay waxay yihiin annagaa naqaane eh annagaa ugu il dheer wuxuu ujeedaa annagaa naqaano tolkood baa yaqaana idinku garanmaysaane iminkaa dhowdihiini waar iska qabta buu leeyahy iska qabta waanu gacanta noo soo geliya waaclamu iyagaa og tolkood baa yaqaana aada u yaqaan bimaa caabu calayhim nimankan waxaan ay ku ceebaynayaan tolkood iyagaa og idinku kama war haysaan eysa soo dhaafiya faqaaluu waxay ku yidhahdeen lahumaa nimankii madaxda ahaabaa lahumaa labadii nin ku yidhi nacam waa yahay nacam waa yahay waad naga haysaan intaa annagaa odhan markaad la hadlaysaan sida ay doonayaan u yeel boqorowo nimankaa hadalnaha inagu furfurin duqduubka ugu dhiib hayna dhaafaane annaga odhan doona uma inahumaa labadoodii markay intaa heshiiskaa la soo galeen madaxdii kale ee hadda u fiirsoba qaabka siyaasi u socdaane qadamaa waxay usoo galeen waxay u geeyeen qadamaa waxay u geeyeen hadaayaahumaa hadiyadii ay sideen ila najaashi najaashi u geeyeen faqabira haa hadiyadii uu ka gudoomay minhumaa labadood waa gudoom buu waa tashriif waa gudoom buu wuu ka qabtay uma kallamaahu way la hadleen faqaala waxay ku yidhaahdeen labadii nin lahu ninkii boqorka ahaa ayuha almaliku boqoryahow innahu qad awa waxa soo magangalay ilaa baladika dalkaaga waxa magangal iyo ku yimid minnaa iyagoo annaga naga soo fakaday khilmaano inama dhalinyaro ah sufahaaw oo maaragtay sufahaa dadka caqliga xun ee maaragtay qaswadeenka ah ee maaragtay niman qaswadeenaho yaryar oo caqli xun oo naga soo fakaday oo farxada ayaa ku soo galay faaraquu diina qowmihim diintii tolkood bay ka soo baxeen walam yadkhuluu fii diinika diintaadana may soo gelin wajaa'uu waxay la yimaadeen bidiinin diin ibtadacuuhu ayagu samaysteen
أهرله لا نعرف نحن أنا جدين تاجرمين ولا أنتم يدكون متقانن وقد بعثنا أنا جوا حنا صادري إليك أدي جوا حنا صو كادري فيهم نمن كائن نكاره هذا الله أرنكوا دوا حنا صادري أشراف قومهم تلكوا تجي أشرف يوم ضحن ما بدنا أيان صادري ومن آبائهم أفرس أبياشود وأعمامهم أدر ردود إيه وعشائرهم تلبدي أكسو تيدين أيان صادري مهانا لغو سو كادري لتردهم إلى دين أسو علسان نمانكا إليهم تلكو دين أدو جيسو وعضو درتو أيكا عطنيا ساسي كويلة هدين فهم إيقا داد كاسا أعلى بهم عينا إيقا أول دير وفيت جين وإشكو هايو قرنية إدوكو ما قرنية سنوحة إلى سعودان وعلموا إيقا أنا يقان قرداسي أو أقوم بدا بما عابوا عليهم وحن أي كعيبين أيان وعاتبوهم أي كعرانيان كوان فيه أرنكا أرنكا أي كعيبين أيان أي كعرانان أيان إيقا يقان إدوكو ما قرنية سان لقن كود وضاد إنو كعصب أو قحونتيا أفكارنا ما يسان لقن كود يعادو مننا ما قرنية سان إيقا تلكود با يقان إسكي علي سلاسي كويدة هذين ولم يكن شيء مجري شيء أبغض وكن عباين إلى عبد الله بن أبي الربيعة وعمر بن عاص الله بضانين وحي مركة أغن عباين هل كأي تاقنائين الله بضانين قريش كالسعودة وحي أغن عباين وحي أها من أن يسمع كلامهم إنه هذا الكود مقلو النجاشي وحي آذ قولوا رسلائين إلى الدين بها إسلام كون الدين مقرنا يعني إن هذا الكود ومقلو النعباين وحي الدول يسوى أيها أفطوبا إنه لا ورد ما كان في ذلك إنه أريد مركب كونه دون توقف قره وعيدا راعيه ولا حق هذا بركة كده تجيه كده هذه سكرة صار نقطة نما كان شرب على السعودية وتركض بين غور رماه يجو تأسيس دونين إنه كهاللي يملي دونين هذا أري واحد أقول نعباين إنه هذا بروهم وحنا يدك إيه بريدنك شوابة أي أقول نعباين أرنورن فقالت واحد كويل هذا بالطريقة توني من كيس راكيش ها ما حد يساها إلا لصو حضلي إيه حوله هريري سكو حين دابنا شربا لقها الله يارنكن dowladdi ba oo najaashi oo boqorkii dhax fadhiyo madaxdi oo dhamina ay fadhido madaxdana way soo wada mareen sadaqa runbay sheegeen labadaan in ila way ku soo balameen soomaa runbay sheegeen ayu hal malik boqor yahu qawmuhum ala bihim ayna tulkood ba oo weelder oo wa qoon badan oo nimankan garanaya waalamu bima aabu alayhim waxan ay ku ceebeynayaan ay ku dhaliilayaan iyaga u xogogaara iyaga waa qoon badan faasilimhum u dhiib dadkan ina soo galay qaxoontiga ilayhima labadan inuu dhiib falam yarudda falyaruddahum labadan in ha ku celiyaan dadkan ila bilaadihim ha ku celiyaan dalkoodi iyo qowmihim tulkood ha u geeyaan saynaga gacal haynagu furfurid faqadiba waxa arooday an najaashi ninkii najaashi waa u arooday ba suma qaru xillaa maya ku celin maayo saa ugu dhiibi maayo wallahi baan ku dhaartay إنانا لا أسلمهم تدكا أديبين إليهما لبضنن ولا يكاد قوم قالوا أدوان مايو قالوا أمد دوان كرتبون جاوروني قالوا إلا سوى شارتي أنك ونزلوا سوى دقي بلادي وضن كيغ سوى دقي واختاروني أنك إدارتي على من سوايا أمده أنك هين أردن إلا سوى دارتي وأنك إسوى دار بدي على من سوايا عدك سوى أنك هين dadka isoo doortay ee aniga wax isoo moodi ee isoo magan galay dunida ilaahay naga doortay inaan sida ugu dhiibeen aad sheegaysan buur min aqal la buuha oo maartay cilmina leh hatta adcuuhum ila an qolada u yeero kuwa ay sheegayaan oo fa as'aluhum an waydiyo amma yaqulu hadani labadan in waxay leeyihiin inoo sheegeen ila an ka waydiyo fi amrihim nimanka arinkooda ku saabsan waa niman dhalinyaro ah waani ma wax ma garataa waani man hadalba kabacada waani man qaswadeena waan waxa ay ilaahdeen hada waxa ay ku sheegeen ila aan iyagana wax ka weydiyo sida uu ugu dhiibmayo duuduub ka abuur ummadii ilaahay ay soo doorteen ba way soo magan galeen markuu sidaa yiri fayn kaanu wuxuu yiri haday yihiin kuwaasi inoo la jooga kama ay quulaan isay labadani sheegeen haday yihiin way qaswadeen ka yihiin aslamtuhum ilayhima nimanka halka inala soo inala degay kuwanaan gacanta u gelin doona feerahoodina waa inaga gelin doona
dalkoodina waan geyn doonaa hadday sida iyagu sheegeen arrinku noqdo. Ilaa waan ka hadline oo waxa gaalka dil gartiisana naq ama gartiisana si horta bal nimankan aan wax weydiiyo ayuu yidhi. Waraddatuhum waxaan ku celin lahaa qowmin tolkoodaan ku celin. Fasa'alahum can dalika arrintaasi ayuu dabeedna weydiiyey. Farudu maya tolkood baanan ku celin doonaa buu yidhi. Wain kaana kayra dalika hadday sidaasi aanay jirin oo kuwana ay been sheegayaan manactuhum waan u diidi doonaa dadka minhumaa labada nin waan u diidi ma raacinayo. Waa xasantu waanan wanaajin weliba jiwaarhum jaarka intay leeyihiinna jaarnimada ay ula joogaan waan wanaajin oo si fiican bay ila jaari maa jaawaruuni intay agtayda degiina ila jaari yihiin dalkayga joogaan nolol wanaagsan nabadgelyo ixtiraam iyo sharaf iyo mulgi iyo mudnaan ayay ugula noolan doonaan haddii waxaa ay sheegaan beenoobo. Uma arsala wuxuu u diray annajaashu ninkii najaashi ilaa asxaabi rasuulilah sal alla wasalam asxaabtii rasuulku qof u diray fadacaahum wuu u yeedhay. Falamaa jaa'ahum markuu u tegey rasuuluhu rasuulku waa cidda la dira uun imaga rasuulkii uu diray haddii ilaah xaggiisa laga helo waa mid baaberi soo kataa u yidhi faarsala rasuulan rasuul buu diray rasuul sala allahu calayhi wasalam. Markaa rasuulka waxaa looga jeedaa uun maaha mid walba eh rasuulka ilaahay iyo rasuulka bini aadamku waa kalaba. Markaa rasuulka bini aadamkuna wuu diraa waa qof la diray uun midna ilaahay baa soo diray waa rasuulkaa ilaahay soo diray kariimkaa midna waa qof bini aadam la diray. Markaa falamaa jaa'ahum markuu asxaabta u yimid rasuuluhu ninkii u diray ee ahaa in najaashi diray ijtamacuu ee warka siiyey ijtamacuu shir bay galeen ku firso arrinkii laga firsado ku wanaagsan yahay. Markii warkii la soo gaadhsiiyey ee la yidhi waa la idin ashkateeyey boqorkaa idin yeedhaya horta shir bay galeen asxaabtii ilaa arrin adag baa kusoo kordhay. Suma qaala bacduhum bar baa yidhi libacd markii kale waxay ku yidhaahdeen maa taquuluna lirajuli ninka maxaad ku odhan doontaa waa sahad yeesha raggu isweydiiyo idaa jiitumuuhu markaad u tagtaan warbal markaynu u tagna maxaynu ninkan idhahnaa boqorka ah arrin baa inagu soo food yeesha caruse oo dee shir baa layna geynayaa shir qashifna ma wanaagsana maxaynu ninkaan idhahnaa ayay yidhaahdeen. Yacni cabsi badanna way haysaa oo dee waa artay adduunkii baa lagu cidhiiriyey. Qaal waxay idhahdeen naquul waxaynu odhan doonaa wallaahi baynu ku dhaarana bay yidhahdeen maa calimnaa waxaynu ognahay diinteenna abaynu odhan wamaraa amaranaa bihi nabiyuna sala allahu calayhi wasalam waxay rasuulkeennu ina farayna waynu sheegi kaa'inan fii dalika maa huwa kaa'in wixii ka dhacayaabaha ka dhaco oo maxay kaa'inan ma kaa'inan ha ahaado oo ha dhaco fii dalika arrinta runta ah maa huwa kaa'inun wixii ka dhacayaabaha ka dhacay baddu ha gariirto buurtu ha dilaacdee wixii ka dhacayaa ha ka dhacee wixii rasuulkuina yidhi wixii aynu ogeyn ee xaq ahaa uun baynu sheeg isagu diinta kristaanku haysta ninkani markaa kuwana waa bilaadiin iyagu oo iyagu waa sanam caabud dad kale wada kaana isugu yimid meesha wax ka soo bixi doon lama garanayn boqorkuna waa khatar hadduu kugu cadhoodo maangeliyaad ku joogtay haw adag baa la gudbunaatay waar wixii ka dhacayaa ha ka dhacee xaqaynu ku adimi inagu ay yidhaahdeen taasay ku aansadeen ammaanu ku dhimana ammaanu ku noolaanay asidku najaad baa laydhaa asidku najaad runtu waa nabadgelyo ilaahay qofka runta sheega uu badbaadiyaa. Falamaa jaa'u markay yimaadeen lam yasjuduu iyagu umay sujuudin linajaashi najaashigu umay sujuudin saasaa la yidhaahdaa ilaahay ma kristaanku saasay isugu sujuudaan sujuudin xinaa markay isa salaamayaan way isu sujuudaan ka madaxda iyo ka wadaadkii baa loo sujuudaa umay sujuudin iyagu iyagoo caadiya ayay soo galeen kuwii kale way usujuudayeen ama qorayshtan ha noqoto ama kuwii kale ha noqoto way sujuudin ba iyagu bilowgiiba ilaahay ba usujuudaan iyagu waa muslimku muslimku cid kale ba uma sujuudo kama yafcalu aakharuun say kuwii kale ugu sujuudayeen horta umay sujuudin. Fasaalam can dalika wuu weydiiyey wuxuu yidhi war dadka kale dee way sujuudayaane idinku maxay ugu sujuudi weyeen ayuu ku yidhi. Faradduu calayhi waxay u celiyeen baana taxiyatuhum iyaga salaamtoodu hiyo salaam annaga salaamta markaanu salaamayno boqor iyo cid walba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanu nahnaaye annagu ma sujuudno sujuudani markaa waa sujuud salaana annagu saa uma salaana bay yidhahdeen annagu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu dad diinla baanu nahay saasaan u salaanaa saasay ku yidhahdeen. Tacaa najaashiyu markuu intaa sheegay najaashi wuxuu u yeedhay asaaqifatuhu wadaadadiisii kristaanka ee kutubta haysatay ayuu ka soo kaca
وقنت كسر رقة على روح ولا لها فنشروا مصاحفهم وحيلك ربي حان كتب تودي كلك بور قال عسيه بور كافوفين حوله هريري زي الصوفة الإسلام الله كتابه إيه فقال لهم حكولي ما هذا الدين وروح محي دينتا الذي دينتا قد فارقتم فيه أتكذب بحرين قومكم قل تركينا وحنا أتكذب بحرين دينته يا شيخنا سواه محي للشيخية ولم تدخلوا أيضا سوقل به دينتا ترادي وأسوقل وإذا في ديني دينتا إذا نوم إذا سوقلين تي تركينا وكذب تكتين دينتا تركين دينتي سيدا كسارتي يا أنا تيدي سوقلين ويدي يا دنكو أضحي ستانا يا قاركا يا أنا جي تركين من أنان قرنين والمحي حيدوه ولا في دين أحد دين الدنيا أهو من هذا المنال دينها أمضها كرهيستان مد قروي تاينا مجرد يقول هو دين تسلام كمرك هسي سودك دينها أمضها كرهيستان من نماها دين جون خيدا ماها تي تركين ماها تعب كان ماها وتعصب ولغو وريري والمحي حيد بيهن دين تان أسيتان دوك وانا دات كان يرون اما كدك سيتا او دين ود كا فافته ولا غرنيما فكلمه جعفر بن ابي طالب الله الله مركا او جواب رضوان الله عليه لا اله الا الله كنقض كلام طيب هذا وانا سنبو ايو كوال عن السلام ودين تسلام قصابسن او كورميو وقال وحو يري وجعفر بن ابي طالب فيما قال لما سو كوبي كرو لكن هذا الكويو حكمدها هذين كسو قادنا قال وقال فيما قال wuxuu yiri wuxuu yidhi wax kamid aha oo ku dhax jiray hadaladan soo socda waxa hadalkiisii kamid aha ayu hal malik boqoriyo kunna waxaanu ahaan jirnay qowman dad baan waheen anagu ahla jahiliyati aan diin baheysan gabigeeku jahili ku nool baan waheen wa shirkin gaali maanu ku nooleyn naabudu asnaam asnaam taanu caabudi jirnay isagu ninkan diin buu haysta marka wa intaan imiga islaamku yidhi inta horeba diintu u dambaysay oo haysta nabii ciise سلام عابد وانو هين بقى حي دوبد عابده وناكو الميتة تبخت جنوا العنجر ونات الفواحش وحيابها حن الزنا هي خمر هي توجة هي بيان هي بلاينا وحن أردن وانو سمينجر ونقد أول أرحام حكت دو وانو جوينجر رو في راهن تانو ويرنو وانو دلو وانو دعنو وانو بابنو فلاجو برعت أيانو هين جب جيجوا كو ونسيو الجوار شاركنا سحمان ولا رغم شري شاركنا سحمان الرقم جر ونستحل المحارمة وحال الله وحي لهي حرامي حلال بان كده جر ولا نعرف حلالا وحلالا ما نقول ولا حراما وحلالا ما نقول الدوية دن قبي قيدبا ويأكل وعوني جر القوي ينك حوق بضن امنا عناك نقدر شيء الضعيفة كتاكت دراني ساقع عوني جري وقال اسعوني سيد دقاق اسعوني سان وهين ومال اسعو حريسا دقاق مال قوة حريسا واسعون طه وكحوق الوحونه وكتاكت الرعونه وأن فينا اللي يشرين يعني وهاي نبود فكنا على ذلك أساسا نكتر يشره ولا جيب حتى بعث الله إلينا إلى إلهي نصادره رسولا رسول منا أنا جن قدر شيء ونعرف نفسه أبترسين تيسا أنو قرنا إنه يأسر كيس وصدقه إنه رون شاقي هنا أنو نقان وأمانة إنه آمي هاي أنو خائن هاي أنو نقان وعفافه دورسونان تحمار أردن وكد دورسوني هاي فاحش أردن daqan xumo oo dhan aan maqaan oo daqan xumo lahayn been ma yaqaan balaay ma yaqaan khaayn ma aha zina ma yaqaan khamr ma yaqaan tuuga ma yaqaan hadaa laydmo dadka boob kan las boobay ma yaqaan tuumi ma yaqaan nin nadiifo aanu garayno istirkiis iyo abkiis iyo amaanadiis ayaa ilaahay noo rasuul naga soo dhigay fadaana wuxuu noogu baaqay rasuulkaasi anna abdullah wuxuu inaanu ilaahay qura caabudno ولا نشرك به أحدا أنا نقفنا إله لماذا كل الله معنين ونخلعنا نكدقاقنا ونكبحنا كدحبحنا نخلعنا نسكسي ابنه ونكدحبحنا ما كنا نعبد ما كنا نعبد وحنا نعبد شرني نحن أنا جاي وآباؤنا آبايا سيبا ومن دونه أن إلهي هينا نكدقاقنا ومحيها إلهي ما هينا من الحجارة دقحانت والأوثان الأصنام تأينا نكدقاقنا أمري وأمرنا وحقلونا أمري بسبب الحديث هذا اللي كانوا شيقنا انو رن احاضنا بين شيقين وادايل امانتي امانتنا لو دبتينا سيده وبخينا قفقي لها انا قائم ايونا امري وصله الرحم ان انو حقتد خريننا ايونا امري وحسن الجوار ان ددك سي وناسن ولا جارنا امدها ان لا جاركنا هي بنفر اي ان سي وناسن نبد غليو ولالنمو كل جعل كلنا ولانو وكف والكف عن المحارم ان انو اسك دينا وخ الله وحي حرام هبنا امري ودي ما يددك ديجي سي أنو قلنا إنه مدا إنه جماد إني
يعني ظلمي كلين أنا نشوفه أنا ظلمي عدك دلمون أمري والنهار على فواحش فواحش تزيند أخرى يس أذو فربنايد يا خمرك يا حمان فربن نوديدي وقول الزوري هذا الكبين تأبو نوديدي وآخر مالي يتيم حوالها أقوم كينا نعنوه نوديدي وغف المحسنات الدمركة سرفت لأي دورسون إنا عينه وقبل أن زينيسان نوى زانيد ونعبين نوى نوديدي وأمرنا بالصلاةنا سلاة تكونون أمري والزكاةنا سلاة بحنون أمري والسيامنا نصون أيون أمري وعدد وحو هذا بتري عليه دوشي سوحو كتري وجعفرنا بالدالب وحو بقر كتري ودقيسان إياه أمور الإسلام أرهمها إسلام كنا فرأي أوردن يكوي نودي دي يورد فصدقناه رسولك وانو رميني وآمنا به وانو رميني وانو رعني واتبعناه وحنو كرعني على ما جاء به وحيو كاني إيمن الله حق إلهي ونوه كاني فعبدنا الله وحده إله قولا نعابدني فلم شرك به شان وحكر إلهكم أن الله معنى إلهني مديس هي عبادة ديس وحرمنا وحنو حاران كدقني ونسك حراميني ما حرم علينا وحي إلهي نك حرامين وحللنا وحنو حلال كدغني ما حللنا وحي الهي نو حلالي فعدا وحنو وحد قدبي علينا انغا قومنا تلقيا نو وحد قدبي او نظلمي فعذبونا وين عذابين سلعبي نو غدلين سحرير بي نو غدلين وفتنونا وحي نغ فتنيين عن ديننا دينتيده بي نغ ساريان دينتيده بي نغ ساريان ليردونا اني نغ عليان وحي نوغ ساريان دينته واخ كلاما الى عباده الاوثان إنه السلام كي عابدنه من عبادة الله تعالى وحي نقصها ريان عبادة دي إلهي ووحي نقول علينا يان سنم عابدك نفطان ووضح دين تيبان لصوفة كرني دوني بان نقول عاي أيو يري توض أدك 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 أيو دي بان نقول علي وانا استحل وحي نقول خصبا يان ويسان كان نقامو ديان ما كنا نستحل وحي أنو حلال كان نقام ترني أهري ومن الخبائث حمانه أردن زناء فاحشة خمرة دلة دعة بوبة عبا بينا وحالله وحبين نقول سندولينيا وأنا نقول لك سهور جيدنا فلما قهرونا مركينا قصبين وظلمونا أين الدلمين نظلمين وضيقوا علينا نلوش عليل أين نقول قليين أين نفتي نوتمين يعونها النقبتين يعين عذابين وحالوا أي نقهر توقسدين وحالوا أين نقهر توقسدين بيننا وبين ديننا أنك هي الدين تيدي بينا خلال أحكالي دين تيدي بينا قلان واين ويقهر توقسدين مالك إنت هسنا قول عضي يعني دبات نورنا ماتي خرجنا إلى بلادك ودن كاران وبقر صوب حنبور واخترناك وانو خصوات دورنا أدك على من سواك عدي الدنيا كلي إيه توقت أدك آن حين نورنا بان أدك كا دورنا وانو خصوما انقالي والرغبنا وحنو جعلنا في جوارك انو اديك كولا جارونو اكتاد كو نولانو ورجونا وحنو كان سوغينا الله نظلم ان ان لو غردرونين عندك اكتاد غردرانو كسو بركعناي وانو كقخونتي وغنمد او سلعبانو كسو عررناي ادو ان اكتادنا غدولمين بانو اسوخوناي وانو كافلين ان ايها الملك بقريحو اي دبيدني فقال له النجاشي النجاشي وحيري هل معك مما جاء به وحما كهيسا وحي او كاني من كان نبي يدين يمد عن الله حق الله وحي او كيمد ككاني من شيء دين تأل شيء سوح أرنان تهيصود نو شيء كرتا مجرتا او انو كاري جيسنو فقال له جعفر بي نعم هاوان هيا ابو فقال له كول ان جاشي فقر اهو علي بل اقو اخري عني فقرا عليه وكدو الاغري صدرا بلوغا من سورة كاف هيا عين ساد ايو هرت بلوغا دكو اخري سورة مريم فبكى النجاشي ونكي النجاشي هابا اوهي حتى أبخلت وحا أخضلت حتى أخضلت وحا قوي وحا قوي ابتلت وحا قوي اللحية تقركي سوى قوي الماضي كرد علي كركي سوى قوي وبكت أساقفته وذاددي دين تنوي اوهيين يقولون اي كتبت لك ربحي حتى أخضلوا إلى يقولون وحا قويين مصاحفهم كتبتي اي كفورين اي الماضي اي قوي سيقنا حين سمعوا مركي مغلين ما تلا عليهم قرآن كيو كو أخري مركي مغلين إيادان المدود وحي قويسي حاشيه كتبت ثم قال الوحي لهم إيه كويل أن الجاشيو إن هذا دين تاعد أخريسا تعفروا والذي جاء به عيسى عفوا والذي جاء به عيسى يو الذي جاء به عيسى كي نبي عيسى دين توكاني دين تاعد أخريسو
يتنان وهنا عيسى كاني لا يخرج واحد كسوة بحيان من مشكات واحدة طاقت قلت كسوة بحمود كتاب كأي قرآن كأدنى وآخري يدين النبي عيسى كاني أنه أنه هنا طاقت قلت كسوة بحمود مبالغ قلت كسوة فلين واسكمت أيضا بالدين اندلقى اسكتك بوش وارضع بقاقة صلاة والله إلهي وحن قدارت لا أسلمهم إليكما إن أنا الدين ديبين إذن كأ إن دلقا وحكون إن دلقا تجا وحزاكون لبدينين وحوي أن يكلون شيء عن الرعاس من وائل يعبدهم لا برهاء ولا رقاقة هل كي أكتر ما دين خنق ضبور إن دلقا تجا وطن كبح فولا والله إله وحنا قدرة لا أسلمهم إن أنا ندك الدين ديبين إليكما لبدين بحاء ودين كني خنق فلما خرج أمرك كبحان من عندي أكتي سمرك كبحان و عمرو بن عاص بن وائل يا عبد الله بن ابي ربيعه اي بحين قال عمرو بن عاص ان ام مسخ بدن او مصيبه او دوك دبو اسلامي واديغو غاي وفاتح مصر ركي قبصده تاهيه العرب بالو رجو ادونك ددك او فكر كبدن بوخ ماركي ساو بحين ايو خيل وانكي فكركيس علينا جبيي مالنتي ليس هيستي ماركو جبيي معاويه نينكي فكرده كان بو والله بان كو دارتي لا اتينه وحن او كيري دونا ابوي قدم برينين كاسو ما أرتيد، ما كلوا يوصل بحنا بري وحنو كيني عنهم يجا وحن حقو ذوربا كسين طونا بما أستأسل به خبراءهم وحن عربتو ذ كجيو أو أن كجحرين أو فيفن كودا أن كشرو إن أنا شيء جبا والله يبورني كا أو مسكح دي سمن كسين تاني عكلك الروه إنه سيف تلبو بدونه تام بري كده قو بلاني أني كويس كويس بور بري وأنا نخطرة أو مصيبة حديث حبذي كبح هذا حبه يودين بول نمن كا فقال له عقول عبد الله ابن أبي ربيع وكان حارس بدنا وكان أتقى رجل الله إن سجع عبس بدنا قلب يجسوا كان سن أضدق بوها إنك عمركم نك الله ذا عبس بدنا بوها وح الله تفعل ورسهيل ورمك هاد دبرجوني وهشرقوني وهذقري كده نمن كا فإن اللهم أرحم ورمك هاد حكتي من هيبول نمك وأنا ما نطول هاي وحكتي إني تي قريش محايس كيو صدوي كده ترسين سيستي دي شاني وحنام وإن كانوا قد خالفونا ورها إنا خلافان بأي نمان كسو نمان إهلا ماها ونمان طولا ماها كعانت الشيئيها هكودري نمان كف وها أرانا إياه ننك لو نجي عبد الله بن أبي ربيعة كده قالوا والله لا أخبر أنه إله وحانو قول دارتي إنا نقول شيئي نكابو قركاء أنهم إياقو ونمان كان كهوس جراء يزعمونا إنا الشيئيان إيان أن عيسى بن مريم عبد إنه عيسى بن مريم إنه أدون إلهية يقول إلهي بكل شيء صوم هكريستان إلهي نوا أدون بإليه إن من كان يبلو يدي ما رد دون أبور الله حكى عوضك دون تعطو أيود إلهي نوا وإلهي نا أدون بإليه ما قوى سيده حيث ما رد دون أبور صوم طبقوك عن ما يانا دون بقرطويد وغلقات فوري مصيبه هستكو حيث ما نمك يسكيك فيفا كود بقو يانا رد دون أبور يان بك بح aya oran doona abuur markii hore dib u cali wala soo maaha imka gumaad aanu yeebo suma qadaa calay uu ku soo kalahay min alqadi baridi uu ku soo kalahay baridi ayuu soo kalahay boqorki uu ku soo kalahay faqaal wuxuu ku leeyahay boqorki ayuu hal maliku boqor yahay innahum nimankan meesha ku joogaaya quluna waxay leeyihiin fi ciisa ibn maryama ciisa ibn maryo ilaahiina saadu ku qabtaan qowlan cadiiban hadal weyn oo aanan anigu sheegiba kareen ayay ku caayaan nimankan taamiyad ku sheegeen ayuu dabeynay faarsi leeyahay oo cudurbuur baa u yeerbuur nimanka oo fasal hum waydi ama ay qulna fi waxa ay ilaahdaan bal waydi buur farisala ilayhim wuxuu u diray cid buu diray leesalahum aanu inuu waydiyo nin buu diray fashtamaa alqoom qoladi baa isu timid waa muslimiinta markii ay maanta wala idin doonaya hadana shir bay galeen dadka adduunka wax qabta waa dadka arimahooda kulba ka tashada shirki horo kale galeen ثم قال بعضهم لبعض ومسلميتي بربر وحكوا إلى هذين ماذا تقولون في عيسى بن مريم والنبي عيسى محن كان إلهنا إذا سألكم هدو عنه إذا كوي ديو بقر كاسولة ورنكا محاد كأمي سنتين ووح لينا وحا يستي محن إلهنا أبي إلهن قالوا هل نقول وحن ورندونا والله ما نقول أرني ما قال الله وحي إلهي لبان ورندونا بيلا أنا وحقا نورينا وما جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم نبي جين ونقويري أو نوكي أنا بين أوران كائنا في ذلك هو ما كان وحيد دون أبها خدعه
بدنا بورت هردي دي وحن أرد دعنا أون وحيد إلى حين يري رسول كنيري كائن هو ما كان وحي كان عيابا كذا أيه دبيني ثلا سين قوستين فلما دخلوا عليه مركه وقلين قال لهم وحكولي ماذا تقولون محاك قبطان محاد ليدهين في عيسى ابن مريم والكشيغا وحاد ليدهين محويا هاي نبي عيسى بور فقال جعفر بن الطالب هذا الكيكو نقضي ما نطور نيسك هالي وحو نقول فيها أنقو حنولانا تاد نوي ديسي الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم وحي نبي قدو الله كيانا ما نولانا أنقو اللي انتظر قول الله ما نوحين نبي ما نتوسعونا نبي قيقا نوشيغو حويا هاي ثم نشيغنا نم فإنه يقول وحو نقول يا نبي قيقو هو عبد الله هو أدون إلهي والرسول هو رسول إلهي والروح نف إلهي نفتي نف إلهي ليا بالله وافوفي وكلمة هو كلمة إلهي ولي أرجع إلهي وألقاها إلهي كتور إلى مريم كن فيكون بإلهي إلهي ده بندس على سوق على الجلي أبا مري كن فيكون بكو على الجلي العدلة هو يدينا كشانتي به هذا رقم أرق البطول أو أن رق ثابن أن مريد يدي القوان أي هذا شيء أنا وصاصة نقمنا فضرب النجاشي بيده نكين النجاشي جها ayaa gacantiisa ku dhuftay ilaa ardu ku kasoo jiray uu kaga baxay oo najaashi ninkii boqorka ahaa faaxada minha wuxuu kasoo qaaday intuu saal ku dhuftay dhulkiiba kasoo qaaday uudan saxar yar qor yar buu kasoo qaaday korku qor yar kasoo qaaday oo maartay bahashere laan yar oo jisfato yar ayuu saa uga soo qaaday suma qala wuxuu yiri wallahi baan ku dhaartay ma cada ma dhaafin ciisa ibn maryama ma qulta inta tiri hada uuda tirfaqa ma aragta isma dheera intu ciisiidii inta uu waatiri oo iyaga qaar muuminiin oo xaq qaba ku jiray kristaankan iyagu taama garanayaan ilaga qaybaha madahib ahay madhabki saxda ah buu ha inta aad tiri caarada isma dheeriyanta oo ciisiidii waa isku mid ciisa adoon ilaahay baan rasuul ilaahay aan buu yiri adna intu baatir taan ilaaha ka furfuro ka furdaami shirqo ku dhigay aanu caas fatana kharat badariqatu nimankii madaxda ahaa aya reemay way guuxeen naxar waxa markaas sanka wala oo inta sanka cod ka soo baxayo ayaa la ilaahdaa sankii ka guuxeen hadal sanka maraya khayaashim oo guux ahba isku dareen way kaga soo horjeedaan way diideen kolka xeena qaal ma qaal hadalka amar ku dhawaaqay baa la wada reemay madaxdii oo dhameey faqala wuxuu leeyahay in khartum hadaa doontaan guux ama ha guuxina wallahi baan ku dhaartay waa sida bal guux waxa lagu sameeyaa وصاصوني والله يبان كل ارتماع عدا عيسى من مريم وما قلت هذا العود أيوري ثم قال وحول للمسلمين اذهبوا تقع لقاقة فأنتم آمنون بأرضي ركيك النبات باتكو هايستان المين قريتكو هايستان ما صبكم قفك إذن عايا غريمة استقى مقدبي والله هايستا أقوالا استقى أقوالا عايدا وحول من صبكم وكو علي هادنا قفك إذن كو عايا دلكيك غريمة استقى أقوالا قريم هو مقدوه ما أحب مجعلي ما أحب مجعلي أنا لي جبلا إن بور هلا ومن ذهب ذهبة وإني أذيت رجلا منكم بور ذهب إن لا إسيوني إذا كيد كم إذا الله نبه أو الله يلي يمي يلي لا بور أي الله قصان بعد قدر لقول فنيا ما قبل إذا كيد كم إذا أمر دبل قرشي ما يلي يبو ثم اللي قال اللي حاشيتي نمك ما ذهب أكو حرنا وحكويري ردوا عليا عليهما اللبضن إن قريش صدرتي هداياهما هديد أي كانان يتيدين كيسيين بعليا فلا حاجة اللي بها أنا وما بهن والهديد دو دي ببور تيسي وكهلا يا أنا وباهي وما قبو ودي بني ما كانوا حانك قاضي إلها وماموس فوالله يبان كل دارتي أخذ فوالله يبان كل دارتي ما أخذ الله أنا جي إلهي كم قاضن مني أنا الرشوة وري إلهي لا لوس كم قاضن بول إلهي ما لا لوس ويك قاضي أنا كورما حين رد علي ملكي مركي بقرطويد الالهي يسوع لي ما الهي ما لالوس بان سي ما مان سي مولانا فاخذوا الرسوه فيه وما الهي درتي ما ري الهي درتي انك لالوس قاتا ود مركا الهي بقرطويد غانتي غلي هدو لالوس كي قادن واي انك ود وار بقربان كاري وخي ديب هدو يودن واي ما رين دينتي سلا غا هلدان الهدا انتان لالوس قاتو تي الهي تورا وا وخان لهلين بو تاسه ما دعس ما دعس وما اطاع الناس فيه الهي دتكي بو غوليسي oo wariyay ka ka tala qaato maanta walay oo daba taagay boqorbaan aniga ilaahay tii xaqiisa ka tiin boqoran noqdo oo dadku tala qaataan marka fawdiicuhum fihi ma ilaahay talaysiintan ka leexdo ayaan dadka raaca marka anigu ilaahay ba dadkani duuleeyay anama ilaahay intan talays ka leexdan
dadka ilaahda maxaa tirahdoon tii ilaahay diida taasina ma dhacayso fakhrajaa way ka baxeen waa abu suwaaninki loorin jiray amr ibn aas iyo abdullah rabiic baa ka baxay min indhihi agtiisi maqbuuxin iyagoo dulleysan bay baxeen oo marduudan calayhima lagu celiyay maa jaa'a bihi waxay la yimaadeen ee shirqool ahaa ee hadiyad ahaa ee tala ahaa oo wejiga uu kaga dhuftay ayay ka soo yaacan meeshii oo ay quraysh dib ugu soo noqdeen iyagoo dalanbaabi ah wallahu aclam bisawaab wabilahi towfiq